ويا هلا وسهلا بكم جميعا في التحديث الاسبوعي لجي تي اي اونلاين، وراح اعطيكم تفاصيل التخفيضات والاعمال اللي عليها دبل وتربل ماني. تابع معي ويلا نبدا. ولكن بالمختصر هذا الاسبوع راح يكون اسبوع الاوتوشوب واسبوع السيارات، وفعلا هذا الاسبوع اسبوع جميل. ويلا على التفاصيل. تخفيض 50% على سيارة الجسر، وراح يطلع عليك السعر ب $120، سيارة تستحق الاقتناء. وتخفيض 50% على ملابس الـ LS Car، وعشان تشتري هذه الملابس يجب عليك رفع سمعتك في هذا الكلوب، ويجب عليك كذلك شراء الأوتوشوب. وهذا راح ينقلنا على محطتنا الثانية، 40% تخفيض على أي محل أوتوشوب تشتري، والتخفيض يشمل حتى جميع التعديلات في الأوتوشوب تبعك. ومكملين معكم على تخفيض 40%، السيارة الكلاسيكية ستيرلينج جي تي عليها تخفيض 40%، وكذلك على السيارة الكلاسيكية الويفيل، وكذلك على البريوسو 300، وكذلك السيارة الكلاسيكية كليكيو. ونبدأ بتخفيض 30% على سيارة البرودواي، و30% كذلك على السوبر كار التيروس. وهذا كان جميع التخفيضات لهذا الأسبوع، ويلا ننتقل للأعمال اللي عليها دبل وتريبل ماني. دبل كاش وار بي طبعا على الاوتوشوب روبري كونتراكت، وكل تأكيد يجب عليك امتلاك الاوتوشوب، وهذا الاسبوع عليه تخفيض 40% لا يفوتكم. وكذلك دبل ماني لو لعبت الاوتوشوب كلاينت جوب، والاكزوتيك اكسبورت لو مثلا لقيت سيارة طبعا مطلوبة منك ويجب عليك عمل ديليفري لها لأقرب مكان. عادة يعطون 20,000 للدليفري، ومع دبل هذا الاسبوع راح يكون 40,000. وكذلك يوجد حدث اسمه الاوفر تايم رامبل، وهذا عليه دبل ماني ودبل ار بي. وكذلك كلما تزور الاس كار ميت ريبيتيشن راح ترتفع عندك السمعه تريبل، ولو عملت اي حدث يختص بالاس كار، كذلك لو مثلا عملت ريسنج او عملت كذلك اي اعمال خاصه بالاوتوشوب راح تحصل على تريبل ريبيتيشن. وتريبل ماني وار بي على التاكسي وورك، طبعا هذا العمل ربما ما يكون مربح لكن جدا مفيد للمبتدئين في اللعبة، وخصوصا انه عليها تريبل على الكاش وتريبل على الار بي. وعلى سبيل المثال انا اقوم بتوصيل هذا الكلاينت او العميل، ويلا نشوف كم المبلغ اللي راح يوصلني. وحصلنا على $2,865 بمجرد توصيل هذا الكلاينت اللي كلفني من الوقت دقيقتين. يعني لو تحرق وتلعب كثير صدقني راح تكسب مبلغ لا بأس به. و40% تخفيض على جميع السيارات اللي تعمل لها تعديل عند هذا الشخص اسمه بيني. وكذلك بإذن الله تعالى راح أسوي لكم فيديو عن جميع سيارات البينيز، وراح أشتريها كلها وحطها عندي في الجراج. طبعا سياراته جدا جميلة ومميزة وغالية، ومع التخفيض راح يكون السعر جدا مناسب. وهذا كان كل شيء لتحديث هذا الأسبوع، أشوفكم على خير بإذن الله تعالى، في أمان الله.